برحب بكم مرة أخرى، أهلا وسهلا بكم. ده الجزء الثاني من حصاد النهاردة، وزي ما قلت لكم قبل الفاصل إحنا هنتكلم في هذا الجزء عن إحداث وعملية يعني تجديد وتحديث ل 150، ده العدد اللي موجود عندنا، 150 خزان وقنطرة على ضفاف نهر النيل، والكلام ده هيكون حتى عام 2050. ده المشروع اللي دلوقتي بتعكف عليه طبعا وزارة الموارد المائية والري، ويعني بتحاول انها توفر كافة السبل لهذا المشروع الكبير. عندنا خزانات كتيرة جدا في مصر، امرها يعني هنقول يعني تقريبا من القرن اللي فات. هل ده العمر الافتراضي بتاعها؟ هل ده هي بتقعد الوقت ده، ولا احنا كان في مثلا يعني تراخي ولا ايه؟ ده هنعرفه مشاهدينا الكرام من خلال ضيفنا الكريم اللي موجود معانا في استوديو الحصاد، المهندس مجدي البنداري، مدير عام التصميمات بقطاع الخزانات بوزارة الموارد المائية والري. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. باشمهندس مجدي، يعني بداية احنا عايزين تعرف، يعني طبعا عايزين نعرف احنا عندنا تقريبا كام خزان وقنطرة على ضفاف نهر النيل في مصر؟ الخزانات على نهر النيل نفسه، لازم نفرق بين القناطر اللي على موجودة على نهر النيل وعلى الترع الكبيرة والرياحات والترع الصغيرة. على نهر النيل نفسه في مجموعة من القناطر الكبيرة المعروفة والمشهورة لكل الناس، بتبتدي من قنطرة إسنا في الجنوب، وبعدها شمالها قنطرة نجا حمادي، وشمالها قنطرة أسيوط، وبعد كده كل ده على النيل، أنا بتكلم عن اللي موجود على النيل. بعد كده بنوصل لحد القناطر، منطقة القناطر الخيرية، هنا بنلاقي قنطرة نهر النيل بيتفرع لفرعين، فرع رشيد وفرع دمياط، كل فرع منهم على في الفم بتاعه في قنطرة، قنطرة الدلتا فرع دمياط وقنطرة الدلتا فرع رشيد. نيجي على فرع دمياط بنلاقي بعد كده قنطرة زفتة في النص، وقنطرة دمياط في الآخر اللي هي بتفصل بين البحر المتوسط ونهر النيل، اللي هو عند مصب نهر، عند مصب فرع دمياط على البحر المتوسط. بالنسبة لفرع رشيد ما فيش غير قنطرة واحدة بعد قناطر الدلتا فرع رشيد، اللي هي قنطرة إدفينة في منطقة إدفينة اللي هي المجاورة للإسكندرية. تمام. لكن في بقى بعد كده قناطر على إفمام الرياحات. الرياحات دي عبارة عن ترع كبيرة بتاخد من نهر النيل، زي الرياح التوفيقي بيبقى فيه على الفم بتاعه أو عند المأخذ بتاعه في قنطرة فم. في عندنا برضو الرياح المنوفي برضو بياخد من أمام قنطرة رشيد، وفي قنطرة وفيه الرياح الناصري والرياح البحيري. كل واحدة منهم في قنطرة في الفم بتاعها. على الرياح نفسه، داخل الرياح نفسه في مجموعة قناطر داخلية لحد نهايته. وفي بقى بعد كده في الترع الكبيرة. يعني افهم كده يا باشمهندس مجدي ان في قناطر رئيسية وفي منها فرعية. قناطر متوسطة. يعني قناطر رئيسية اللي هي موجودة على نهر النيل، وقناطر متوسطة اللي هي على الرياحات والترع الكبيرة، وفي قناطر صغيرة اللي هي على الترع الصغيرة بقى، اللي هي بتبقى عبارة عن فتحة واحدة، فتحتين، ثلاث فتحات بالكتير. طب المشروع بقى دلوقتي اللي هو المفروض ان احنا بنتكلم عليه دلوقتي بقى، 150 خزان وقنطرة، هتشمل الكبيرة فقط ولا الأعمارهم كبيرة فقط؟ يعني تركيز على ايه بالظبط في الموضوع ده؟ هو انا عايز بس اصحح حاجة بعد اذن حضرتك، هي دي دراسة لكن مش تنفيذ. الدراسة بهدف ان احنا طبعا عندنا منشآت من فترة طويلة جدا، زي ما قلت لحضرتك قبل كده، ان هي في بعضها بيصل فوق 140 سنة. ومعظم المنشآت بتاعتنا اتبنت في القرن الماضي وفي بداياته، يعني 1902، 1903، 1908، 1930 وهكذا. وفي فاحنا كان الهدف من الدراسه دي ان احنا يعني نوصل للحاله الحاليه لهذه القناطر. يعني احنا المشروع قايم على دراسه حاله القناطر الموجوده بالفعل، مش المنشاه حديثا او اللي هتنشا حديثا. فالمشروع ده احنا خدنا 150 قنطره
منهم مجموعه على نهر النيل ومجموعه على الرياحات ومجموعه على التراس الصغيره. يبقى فيها اربع كاتيجوري او اربع انواع من القناطر واخدينهم في الحسبان في الدراسه دي. احنا خدنا قناطر اسنا الجديده في الحسبان، قناطر نجا حمادي، طبعا ما خدناش قناطر اسيوط لان قناطر اسيوط اوريدي دلوقتي بتتبني فما خدناش في الحسبان في الدراسه لان هي اوريدي خلاص اتعمل لها احلال. وخدنا قناطر الدلتا فرع دمياط وقناطر الدلتا فرع رشيد اللي هم في القناطر الخارجيه. وقناطر زفت ما خدناهاش برضو لان هي بتعمل لها دراسه منفصله. وخدنا قناطر دمياط وقناطر ادفينا، دول القناطر اللي على النيل اللي احنا خدناها. بعد كده خدنا القناطر اللي افمام الرياحات الكبيره زي قنطره فم الرياح التوفيقي، قنطره فم الرياح المنوفي، قنطره فم الرياح الناصري، قنطره فم الرياح البحيري. وخدنا بعض القناطر الوسطيه زي قنطره جمجره على الرياح التوفيقي وانطرت مجموعه اخرى من القناطر على الترع اللي هي ايه زي ما بيقولوا ايه كبيره. وخدنا مجموعه من القناطر الصغيره على الترع الصغيره اللي هي بتبقى قريبه خالص من الغيطان واللي الناس يعني قريبه جدا من الفلاحين في سواء في بحر او في ابلي. وخدنا 150 قنطره وهنستكمل بقيه القناطر في الخطوات اللي جايه. طيب. ان شاء الله. يعني لو اتكلمنا بقى على الجزء الفني بقى يا باشمهندس، يعني ايه عمليه احلال وتجديد؟ ايه اللي موجود في القناطر دي؟ يعني ايه اللي بقى بيعوق عملها او إيه يعني ايه الخلل اللي حصل فيها فدلوقتي انتوا يعني هتستبدلوه او هتحاولوا ان انتوا تتلافوه؟ لا هو يعني ما اقدرش اقول ان في حصل فيها خلل لان هي ما زالت شغاله ومعظمها شغال كويس خالص. على الرغم من العمر الطويل ما على الرغم من العمر الطويل لان احنا مبدئين بقى من شغلتنا كقطاع الخزانات والقناطر الكبرى في وزاره الري. ان احنا بنعمل لها صيانه دوريه، بنعمل لها متابعه ومعاينه دوريه. اول ما بنبدا نحس هو يعني زي ما بيقولوا بنعمل علاج قبل ما يحصل المشكله، يعني بنتصرف قبل ما تحصل المشكله. فاحنا عندنا خطه معاينات سنويه دوريه. اول ما بنلاقي قنطره هتبدا يحصل فيها اي حاجه بنبدا نعمل لها عمليه صيانه كامله بحيث ان احنا نرجعها لكفائتها تاني. هي بقى يعني الهدف من يعني وجود القنطره في حد ذاته يعني بتعمل ايه؟ القنطره هو منشا بينشا على المجرى المائي سواء نهر او ترعه او مصرف احيانا للتحكم في كمية المية اللي خارجة لما بعده أو في خلفه. فمثلا ناخد أنطارة إسنا ودي في أقصى جنوب مصر بتتحكم في كمية المية اللي خارجة من عند إسنا لحد البحر المتوسط. واخد بال حضرتك؟ أنطارة نجا حمادي بتتحكم في المية كمية المية اللي خارجة من عند نجا حمادي لحد البحر المتوسط وهكذا. فهي منشآت تحكم في المقام الأول. وفي بعض الاحيان بنستخدمها لرفع الميه امامها طالما هي بتبقى عباره عن سد على المجرى. اول ما نسد المجرى الميه بترتفع امامه فبتدخل بنعمل ترع بتاخد من قدامه عشان تروي على الجانب وهكذا. تمام. طب يا فندم كل ده دراسه يعني يعني كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده دي مجموعه من الدراسات. بيتم الاعتماد فيها على ايه؟ يعني التركيز فيها على ايه؟ والاستعانة بمين يعني في الدراسة دي؟ يعني طبعا داخل الهيكلة جوه منظومة وزارة الري أكيد في قطاعات معينة هي اللي هتكون مهتمة أو هي الكفيلة بهذا الموضوع. هو طبعا بصفتنا احنا في قطاع الخزانات والقناطر الكبرى المتخصصين في مجال الإنشاءات المائية خاصة الإنشاءات المائية الكبيرة على النيل وعلى الرياحات. احنا مسؤولين عن حوالي 77 أنطرة. احنا كقطاع الخزانات مسؤولين مسؤوليه مباشره عن التصميم والتنفيذ والصيانه لهذه، لكن الاداره بتديرها الادارات اللي هي تابعه لي. لكن احنا كمنشا نفسه احنا كقطاع خزانات بنبقى مسؤولين عنه. فبالنسبه للدراسه دي اللي قائم بيها قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بصفته هو المتخصص في هذا المجال. في مجال الحفاظ على منشات الري الحاليه وكذلك انشاء منشات الري الجديده. طيب احنا عندنا انا بس احب اضيف ان طبعا الدراسه ديت
مموله. احنا طبعا بجد الفرصه ان انا اشكر البنك الافريقي، مول لنا الدراسه بمنحه ومقدارها في حدود 2 مليون يورو بالاضافه للحكومه المصريه. واللي بيقوم بالدراسه مكتب استشاري اسباني اسمه جاز ناتشورال فينوسا انجينيرنج، واحنا بنشرف عليه كقطاع خزانات والقناطر الكبرى. بس يعني هو بس الجهه الخارجيه هي اسبانيا بس؟ لا هو لا هو المكتب الاستشاري اللي قائم بالدراسه تحت اشرافنا. تمام، اقدر حضرتك. طيب احنا ابتدينا الدراسه امتى بقى يا باشمهندس مجدي، ومتوقع انها تاخد اطار زمني قد ايه، واول خطوات التنفيذ هيبقى امتى؟ هو الدراسه بدات في يعني لو ابتدينا من المنحه نفسها، المنحه تم الاتفاق عليها في 2009 وتم توقيعها في 2010، لكن الدراسه نفسها بدات في 2011 2012 والدراسه اوريدي انتهت. طيب كويس. يعني الدراسه اوريدي انتهت والتقارير بتاعتها بدات تظهر، يعني خلاص يعني في النهايات بنعملها فينيشنج دلوقتي. انا عاوز اقول بس ان الاوتبوت او المخرج من الدراسه هو ان احنا في اكثر من مخرج هيفيد الوزاره، هيفيد قطاع الخزانات وهيفيد كل قطاعات الوزاره. اهم مخرج ان احنا عملنا في الاخر لستة بال 150 انطره دي يعني رتبناها من المنشا الاكثر خطوره حتى المنشا الاقل خطوره. ومش اقل يعني ايه، مش عايز اقول خطوره لان هو تخوف حد، لكن هي الاكثر اولويه للعلاج. وهنبدا ناخد مجموعه كل سنه على خطط خمسيه، ان احنا ناخد مثلا 5 أو 10 كل 5 سنين نعمل لهم يا اما احلال يا اما تدعيم او صيانه، بحيث ان احنا نرجعهم لكفائتهم تاني ونزيد عمرهم الافتراضي. طب هنا بقى انا عندي كذا حاجه عايز اسال عليها. اولا إيه المنشا اللي هو اللي له الاولويه، او اللي هو زي حضرتك ما قلت يعني بتقول ان هو يعتبر يعني الاكثر ضرر او الاكثر خطوره، ده اللي هو بيبقى يعني كفاءته عامله ازاي، وايه اللي ممكن الضرر اللي ممكن ينتج عنه؟ ولو حضرتك هتضرب عليه مثل بقى هتقول لنا بقى اسماء، يعني ايه المنشا اللي هو واخد هذا الشكل من الصداره، وايه الاقل في الاقل يعني؟ لا هو مش ما انا اذكر لما اقول مش عاوز استخدم كلمه خطوره عشان ما اخوف، خطوره بس يعني لكن اللي هو اقل يحتاج كفاءة للعلاج. لان كفاءته قلت. نعم. ودي بالفعل احنا طبعا المنشا اللي كان ذو الاولويه عندنا كان انطاره الباجوريه، انطاره فم ثلاث الباجوريه، ودي بالفعل احنا بدانا في عقد نازل احلالها، يعني هنعمل انطره جديده بدلها قريب جدا، لكن هي الانطره نفسها شغاله وما زالت شغاله وبالكفائتها الموجوده حاليا، لكن احنا هنعمل انطره جديده عشان نزيد الكفاءه. بعد كده القناطر بعد كده بتقل في نسبه، مش عايز اقول الخطوره برضو يعني، الاولويتها بتقل شويه بشويه، لكن اللي محتاجه اكتر. يعني احنا من المخرجات بتاعه الدراسه برضو الكويسه قوي ان احنا حددنا ايه المشاكل اللي في كل انطار في ال 150، ودي ما كانتش موجوده زمان، وعملنا قاعده بيانات جغرافيه كامله. دي من اهم المخرجات بتاعه الدراسه، ان احنا دلوقتي اي حاجه بنحتاجها، اي معلومه عن اي انطره في ال 150 بندخل قاعده البيانات بنلاقي معلومات كافيه عنها. وكان من الحاجات المهمه جدا اللي احنا عملناها لكل انطره ان احنا عملنا تحليل انشائي ليها، تحليل سيفتي وستابيليتي اناليسيس، يعني تحليل ثبات وامان للمنشا باستخدام البرامج الحديثه، في برامج الكمبيوتر الحديثه زي الساب وزي الجيو سلوب. قدرنا نحدد المنشا ده قوي ويستحمل الاحمال اللي جايه عليه. انا عايز اقول لحضرتك ان معظم هذه المنشآت زي ما قلنا ان هي اتبنت في بدايه القرن الماضي. كانت الكوبري بتاعها مصمم ان هو يمشي عربيه حنطور او السوارس بتاع زمان او كده. دلوقتي احنا بنشوف الكباري القديمه دي بيمشي عليها عربيات نقل ولواري
وبتاع، ورغم ذلك متحمله جدا وقويه جدا. احنا برضو عشان برضو ما نفاجئش باي مشكله، عملنا تحليل لهذه المنشات، والحمد لله يعني كلها اثبتت ان هي قادره ان هي تتحمل مع بعض العنايه وبعض التدعيم والصيانه الدوريه. طيب من خلال كلام حضرتك يا باشمهندس، قلت ان دلوقتي احنا عملنا قاعده بيانات، ان اللي عايز يعرف معلومات اكتر عن الخزانات والقناطر دي هيسحب بقى ويكتب ويشوف بقى قاعده البيانات دي. لكن انتوا من خلال هذه الدراسه ما كانش عندكم قاعده بيانات يعني قبل كده مسبقه، فانتوا عملتوا هذا الشغل بقى من اول وجديد. يعني انتوا دلوقتي نزلتوا بالفعل وكتبتوا المواصفات والحالات وتاريخ وكل الحاجات دي كلها، وما اعتمدتوش على معلومات موجوده في الادراج يعني؟ لا احنا طبعا برضو لا، المعلومات الموجوده في الادراج مهمه برضو، لان هي احنا ما كناش موجودين في وقت بناها يعني، احنا كلنا صغيرين. بس مش هو الجزء الكبير. لا مش يعني هو يعني يعني هو بيبقى از ريفرنس يعني، او يعني كم يعني مصدر من مصادر المعلومات. تمام ايوه. لكن انا عايز اقول لحضرتك احنا تعبنا جدا في الدراسه دي، لان احنا في بعض المنشات ما كناش بنلاقي لها اي ريفرنس. يعني بنروح عند الانطره مش لاقي لها لا رسومات ولا تصميم ولا اي حاجه، كنا بنضطر نرفعها رفع كامل مساحي بالمقاسات بكل حاجه ونرسمها، ويبقى نعمل لها يعني مصدر يعني نعمل لها رسمه ليها الواقع اللي موجود في الطبيعه. ومن زمان ما قلت لحضرتك قاعده البيانات دي هتفيدنا، افادتنا وهتفيدنا كتير جدا في المستقبل، وهتفيد الوزاره وقطاعاتها المختلفه. يعني بعد كده الشغل القادم هيكون اسهل بكتير. طبعا طبعا. نعم. احنا كده دلوقتي خدنا من برضو من الميزات اللي احنا استفدناها في المشروع، ان احنا دربنا جيل جديد جدا من جيل جديد من المهندسين الصغيرين، بقوا قادرين دلوقتي على انهم يعملوا تحليل كويس قوي لاي انطره والمشاكل اللي فيها، ويحددوا احتياجها يا اما الاحلال يا اما التدعيم، باستخدام طبعا قاعده البيانات وباستخدام البرامج الكمبيوتر. نعم. الجزء التدريبي ده يا فندم ما كانش موجود من فتره، يعني اعتقد ان الاهتمام الان خصوصا في وزاره الري في عمليه تدريب، ان انا ادرب الشباب الجديد، يبقى عندي حاجه يعني قطاع كبير قوي اتسند عليه. كنا دايما بنرتكز على الخبره، فعمل التدريب يعني في وزاره الري دلوقتي دي فعلا محور من المحاور اللي بتعتمد عليها الوزاره دلوقتي، حتى بتعتمد عليها في خطتها اللي جايه، خطتها الطويله المدى اللي جايه، عمليه التدريب للافراد. تدريب وزارة بصراحة بتستخدم أحدث الأساليب في التدريب دلوقتي. بالنسبة لنا احنا في مجالنا في تخصصنا في المجال التصميم والإنشاء ومراجعة التصميمات بنستخدم أحدث البرامج، بنستخدم أحدث الوسائل في التدريب، بحيث ان احنا نخلي الأفراد على مستوياتهم المختلفة، سواء مهندسين سواء موظفين سواء فنيين، ان هم يوصلوا للكفاءة اللي خلوا الشغل يطلع بكفاءة. ده موجود ضمن الدراسة ولا ده لوحده شغل؟ ده كان جزء اللي هو اون جوب تريننج، اللي هو كان من ضمن مسؤوليات الاستشاري ان هو يدرب طاقم الادارة اللي عندي، ان هو يبقى قادر ان هو لوحده يشتغل بعد الاستشاري ما يمشي او بعد الدراسة ما تنتهي. نعم. والحمد لله وصلنا لكفاءة عالية جدا. طب كويس جدا. ده شيء مهم قوي. طب يا فندم لو انا هتكلم عن يعني اسماء بعينها، يعني حضرتك ما ذكرتش من ضمن الامثله مثلا خزان اسوان، وده يعني ده قديم قوي، يعني ده حاجه تاريخيه جدا. لا هو خزان اسوان مش تبع، ما كانش ضمن الدراسه بتاعتنا. تمام. لان له هيئه منفصله، هيئه السد العالي وخزان اسوان، والهيئه فعلا مهتمه جدا، وفي دراسه دلوقتي بحب اطمن حضرتك واطمن المشاهدين ان في دراسه قايمه بيها الوزاره دلوقتي لرفع كفاءة خزان أسوان وعلاج أي مشكلة ممكن تحصل سواء دلوقتي أو في المستقبل. ده في دراسة دلوقتي شغالة، بس هي ما كانتش ضمن المجموعة القناطر والخزانات اللي كانوا ضمن دراستنا. تمام. طب القناطر الخيرية بقى أخبارها إيه فعلا؟ أيوة، ما هي القناطر الخيرية احنا طبعا القناطر احنا لازم نفرق بين حاجتين. لو حضرتك رحت القناطر، في قناطر محمد علي اللي هي القناطر القديمه اللي شكلها حلو دي. ايوه دي القناطر دي معلش شغاله كمنشاه ري.
لان دي خلاص منشأ قديم مبني من سنة 1867 1867 يا نهار ابيض، دي يعني في حدود 140 140 سنة نعم او اكتر. فدي معلش مشغله كمنشأ ري. لذلك في سنة 39 اتبنى انطرتين زي ما قلت لحضرتك قدامهم سوري في خلفهم، واحدة على فرع رشيد وواحدة على فرع دمياط، انطرت فوق انطرت الدلتا فرع رشيد وانطرت الدلتا فرع دمياط، ودول الاثنين كانوا ضمن الدراسة بتاعتنا. والحمد لله ومن ضمن بنود المرحلة الثالثة للدراسة كان عمل دراسة جدوى فنية واقتصادية لأحد المنشآت الهامة اللي في أعلى الليستة بتاعت البريوريتي أو الأولوية اللي أنا قلت لحضرتك عليها ديت، كانت أنطرة الدلتا فرع دمياط. وبالفعل الاستشاري قام عمل دراسة كاملة، عمل دراسة كاملة ليها فنية واقتصادية وللإحلال أو التجديد. وإحنا اخترنا بديل التجديد او التدعيم، لان الانطره شغاله كويس، بعض العيوب اللي فيها ممكن علاجها. واحنا درسنا برضو من ضمن الدراسه ان نضيف او نلحق بها محطه توليد كهربائيه كهرومائيه، ودي برضو من الحاجات الكويسه جدا ان سياده الوزير طلب ان احنا ندرس ان احنا كل اي منشأ مائي عليه فرق منسوب يقدر يولد كهرباء لازم يعني لازم ندرس اذا كان نقدر نحط عليه محطه كهرباء من الناحيه الاقتصاديه ولا لا. تمام. ودي من الحاجات الجديده اللي احنا عملناها في الدراسه. دي حاجه جديده وهايله جدا طبعا. جدا. طب باشمهندس مجدي، احنا عندنا تقريبا مطلعين مجموعه من الفيديوهات على التلفزيون، وعلى ما اعتقد ان ده تصوير تحت الماء لعمليات رفع المساحات، وعلى ما اعتقد في مجموعه كده من يعني كان من ضمن او من ضمن انشطه المرحله الاولى للدراسه. احنا عملنا حوالي 5 انشطه في المرحله الاولى كانت كلها فيلد وورك او ابحاث حقليه. كان الجزء اللي حضرتك شايفينه دوت ده كان تصوير تحت الميه. كان نشاط من الانشطه اللي هو تصوير، لان احنا طبعا لما بنيجي نروح نعمل معاينه ظاهريه احنا بعينينا بخبرتنا بنشوف الحاجات اللي فوق الميه. طب الحاجات اللي تحت الميه اخبارها ايه؟ ودي حاجات مهمه جدا، لان هي الفرشه بتاعت الانطره او الاساس بتاع الانطره والجدران ما بنبقاش شايفينه من فوق سطح الميه. ففي عندنا بند من البنود اللي هو تصوير تحت الميه، بننزل غطاسين بكاميرات زي ما حضراتكم شايفين كده، الغطاس بينزل بيشوف كل المشاكل اللي تحت، سواء شروخ سواء تكسير او سواء يعني اي مشكله ممكن، حفر اي مشكله، ظهور حديد، واخد بال حضرتك؟ وبيقيس المشكله طول وعرض وعمق، وبنوثقها وبحيث ان احنا في اي عمليه تدعيم او تاهيل للانطره بنعالج هذه المشاكل. نعم، على ما اعتقد نمط النقل الحديث يعني اللواري الثقيله والحاجات دي بتاثر برضه على العمر الافتراضي للمنشاه ذات نفسها. وطبعا اذا كانت المنشاه نفسه مش مصمم على الاحمال يعني مصمم على حمل اقل من الحمل اللي هيمشي عليه لازم هيتاثر. ولذلك في بعض المنشات الهامه اللي زي قناطر محمد علي كده احنا بدانا نحدد وزاره الري مع وزاره اللي هو دلوقتي تابع لوزاره الاثار لانه اثر حلو يعني اثر من الاثار الممتازه يعني. فبدانا نحدد المرور عليه بالاحمال الصغيره. وفي بعض القناطر القديمه اللي شفنا ان الاحمال الثقيله زي اللوادر الكبيره اللواري الكلام من ده ممكن تاثر، فبدانا نحدد برضه بحدود معينه، بنعمل فريمات حديد، بنعمل نحط بلوكات خرسانه بحيث ان اللي يعدي فقط عربات صغيره والتكاتك وهكذا، بحيث ان احنا لازم التكاتك تعدي. طبعا لازم طبعا، جزء اساسي في حياتنا. طيب ده كويس قوي. انا بس لان هذا الاتجاه الحديث وهو الاهتمام بتوليد الكهرباء من يعني من على حسب المنسوب الميه، احنا عندنا قد ايه يعني بقى عندنا كم قد ايه ممكن يعني ممكن ننجز منه مشروع زي ده
من القناطر الموجوده عندنا، يعني ايه اللي يبشر بيها بالخير بان احنا ممكن نستفيد منها كده؟ هو في الحقيقه الدوله كانت مهتمه بهذا الموضوع من فتره طويله. يعني انا متذكر في التسعينات كنا لسه مهندسين صغيرين، وبرضه في الالفينات، في بدايه الالفينات خدنا منح واتعملت دراسات لانشاء او لوضع بعض المحطات الكهربائيه الصغيره او الكهرومائيه الصغيره لتوليد الكهرباء من فرق الهد على القناطر. بس كان في الوقت دوت كانت السعر اللي كان مدعم من الدوله للكهرباء كان بيخلي دايما الدراسات الجدوى بتقول ان هي غير اقتصاديه. يعني لو صرفنا عليها العائد بتاعها مش هيجي يعني، او هنخسر فيها. دلوقتي مع عمليه تحرير الاسعار لاسعار الكهرباء بدأنا نوصل تقريبا او هنوصل على حسب اللي احنا سامعينه من الحكومه ان على 2019 الاسعار هتتحرر بالكامل. ان فلما بتندرس دلوقتي مع الاسعار الجديده بتطلع فيزابل او ذات جدوى. وبالتالي بدأنا نفكر تاني تفكير جدي في ان احنا نحط محطات كهرباء صغيره على هذه المنشآت بحيث ان احنا نقدر نستفيد وتجيب عائد مادي وعائد اقتصادي كويس. طب ممكن نرتكز عليها قد ايه بقى يا فندم يعني في الطاقه الكهربائيه بتاعتنا؟ لا طبعا هي التوليد بتاعها نسبه صغيره مش كبيره قوي. ما زال في مصر يعني لان احنا ما عندناش مساقط مائيه كبيره. يعني احنا دلوقتي مثلا انطرت اسنا على محطه كهرباء، ما دي من كل المنشات الجديده دلوقتي بنحط عليها محطه كهرباء اللي احنا بننشئها من 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 اساس او الجديده. انطرت اسنا انشئت سنه 1994، خلصت 1994 وانشئت عليها محطه كهرباء بتطلع 96 ميجا وات في السنه. انطرت نجع حمادي خلصت سنه 2008 ودي بتطلع 64 ميجا وات. انطرت اسيوط اللي شغاله دلوقتي هتطلع 32 ميجا وات. لكن كل دول لان هم طبعا في انت عارف حضرتك في فرق هد كبير، وهم اساسا كل ما نطلع على الصعيد وعلى الارض بتعلى ولغايه ما تيجي نازله، ففي فرق هد كبير، في فرق هد كبير يقدر يولد كهرباء. نيجي عند منطقه الدلتا يبقى الفرق الهد صغير، فهنضطر نحط محطات توليد صغيره، فمش هتولد اكتر من يعني في حدود 12 5 يعني من 10 ل 15 ميجا وات. ففي بعض الاحيان الدراسه الاقتصاديه بتقول ان هي مش مجديه، مش ذات جدوى. لكن في بعض دلوقتي التكنولوجيا حديثه، احنا يمكن في اخر ورشه عمل احنا عملناها للمشروع كان في تكنولوجيا حديثه اللي هي VLH بتشتغل على فرق هيد صغير قوي وبتولد توليد كويس، وضح حياتك. بس ما زالت تكلفتها عاليه. يعني تكلفه اللي هو بيسموه الكابيتال انفستمنت، التكلفه الراسماليه بتاعتها عاليه. عشان يعني في بعض الاحيان ممكن ما تكونش ذات جدوى اقتصاديه. تمام. طب لو سالت حضرتك بقى يا فندم عن قناطر اسيوط الجديده، ما اخبارها ايه؟ هو انا طبعا مش انا مش في الملف بتاع قناطر اسيوط، بس انا على حسب هي مش في الملف بس اكيد في بقى اخبارات. لا هي قناطر اسيوط ان شاء الله يمكن على نهايه السنه دي تخلص بالكامل. هم الزملاء هناك انجزوا انجاز حلو جدا. قناطر اسيوط طبعا انا عايز اقول ان هي تكلفتها من القناطر تكلفه ذات التكلفه العاليه حوالي 4 مليار جنيه مصري، والزملاء يعني انجزوا انجاز كبير جدا في كانت فتره صعبه جدا اللي هي فتره الثوره وفتره البتاع، رغم ذلك كانوا شغالين ليل ونهار وقربوا خالص ان هم يخلصوها، وان شاء الله نحتفل على نهايه السنه دي ان شاء الله بافتتاحها يعني بقناطر وليده جديده. قناطر وليده جديده بمحطه كهرباء بهويسين اثنين ملاحيين. يعني بصراحه بكوبري مرور على ذو مستوى عالي يعني. تمام. يعني ده يعني مبشره ايضا كمان، قناطر واعده ايضا طبعًا. كمان طيب ده جزء مهم قوي. لو جينا اتكلمنا عن المشروع بقى بامتداده بقى باشمهندس مجدي، يعني
امتى هنقول ان انجز بقى المشروع؟ دي دراسه وبعد كده هندخل بقى في مرحله التنفيذ، يعني احنا على 2050 مثلا كده يا فندم نكون انجزنا؟ هو طبعا الدراسه كان هدفها ان احنا يعني زي ما نقول ايه، نغذي خطه الوزاره لحد 2050 وبهدف الحفاظ على هذه المنشآت ورفع كفائتها ومد عمرها الافتراضي. لذلك احنا في ال 150 أنطرة دولت ان شاء الله احنا مقسمينهم بحيث ان هم ينتهوا على 2050 سواء عمليات تدعيم او عمليات استبدال. وفي بعض الأنطرة دي تحصل لها استبدال ان شاء الله. بعد كده اتوقع بقى ان هيبقى في دراسة اخرى هنستكملها. هنستكملها بمعرفتنا احنا بقى، يعني مش هنحتاج بقى مش هنحتاج، ممكن ما نحتاجش اللي هو الخبراء الاجانب اللي كانوا معانا، لان زي ما قلت لحضرتك الستاف عندنا في القطاع الخزانات بقى دلوقتي قادر ان هو يعمل هذه الدراسات بمعرفته بنفسه يعني. وسواء في الفيلد ورك سواء في الابحاث الحقليه او في الشغل التحليل الانشائي للمنشات. طيب ان شاء الله. مهندس مجدي، حضرتك قعدت في السودان فتره من الزمن يعني المقارنة ما بين الخزانات والقناطر عندنا في مصر، وطبعا هم عندهم شريان بيمتد عندهم لنهر النيل، فمقارنة ما بين ده وده، وهل ممكن ان احنا نتوقع ان يبقى في مساهمة مصرية بعد كده للأراضي السودانية في انهم يستشيرونا وياخدوا مننا خبرات، ولا الامر هيبقى ازاي؟ هو الوضع يمكن في جزء من الاختلاف بيننا وبين السودان. السودان احنا عندناش غير شريان واحد اللي هو نهر النيل. هم عندهم اكثر من نهر. اهمهم طبعا النيل الازرق. والنيل الازرق بيبتدي من اثيوبيا وبيوصل لغايه الخرطوم، وبيجي لهم برضو النيل الابيض ده بيجي من البحيرات الاستوائيه من ناحيه جنوب السودان، وبيتقابلوا الاثنين عند الخرطوم. بقى عندهم برضو بعض الانهار الصغيره اللي بتصب في النيل الابيض او في النيل الازرق، وفي عندهم نهر برضو متوسط اللي هو نهر عطبره. عندهم ارضهم في خاصه في الناحيه الشرقيه ارض يعني جبليه، يعني او يعني مش عايز اقول جبليه لكن ممكن تولد يعني فيها فرق منسوب، وممكن لذلك معظم المنشآت عندهم مش زي عندنا قناطر صغيرة، لكن معظم المنشآت عندهم منشآت سدود. فبيبتدي من سد الروسيرس ده قريب من الحدود الأثيوبية، وهم عندهم خبرة كويسة قوي في تصميم وإنشاء وإدارة السدود. غير يعني احنا عندنا ما عندناش غير سدين، سد اللي هم سدين كبار يعني. انا ما اتكلمش على سدود الامطار اللي هي في سيناء او كده، لكن انا بتكلم على السدين الكبار اللي هو خزان اسوان والسد العالي. تمام. لكن هم عندهم اكثر من سد، عندهم سد الروسيرس، عندهم سد خشم الاربع على نهر عطبره، عندهم سنار على النيل الازرق برضو، عندهم مروي على النيل الرئيسي. هم النيل الازرق والنيل الابيض بيتجمعوا في الخرطوم ويمشوا بعد كده في مجرى واحد اللي هو نهر النيل اللي بيجي لنا احنا هنا. عند يعني قبل الحدود المصريه بيجي بيعملوا سد مروي، وعندهم خطه ان هم يعملوا اكثر من سد. بس طبعا في حدود يعني طبعا احنا انت عارفه ان حضرتك ان في اتفاقيه بيننا وبينهم اللي هي اتفاقيه مياه النيل. ما بيقدروش يعملوا اي حاجه الا اذا اتفقنا احنا يعني خدوا موافقتنا معاهم. واحنا طبعا عن طريق هيئه مياه النيل لا نتاخر في ان احنا نعطي خبرتنا لاي ليهم طبعا، لانه طبعا في الاخر هترجع بافاده علينا احنا في الاخر. المهم طبعا ان كل سواء احنا او هم ما نتعداش حصتنا في الميه المحدوده. طبعا تمام. طب يا فندم، في ترعه الابراهيميه في اسيوط، وطبعا ده برضو من الحاجات الحديثه، يعني اخبارها ايه؟ استكمل بقى هذا المشروع ولا لا؟ هو يعني انا عايز اقول لحضرتك ان ترعه الابراهيميه بتاخد من قدام قناطر اسيوط. كان عليها انطره فوم وما زالت عليها انطره الفوم القديمه. انطره الفوم دي اتعمل لها عمليه صيانه كامله او عمليه تدعيم كامل
ضمن مشروع اسيوط الجديد، لكن تدعيم للانطره الموجوده حاليا، لكن ما اتعملتش انطره جديده. على في نص الانطره دي، في نص الترعه دي عند ديروت، ضمن هي بتغذي طبعا الترعه الابراهيميه من الترع الطويله في مصر، بتغذي من عند اسيوط لحد جنوب الجيزه. فعند ديروت في انطره حجز الابراهيميه دي، احنا ودي بتغذي بقى اكثر من 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 مجموعه قناطر ومجموعه ترع، ما بحر يوسف اللي بيغذي الفيوم، جزء من الفيوم وجزء من بني سويف. دي هيتعمل لها ان شاء الله عمليه احلال كامله. نعم. يعني الانطره دي، مجموعه القناطر دي، مجموعه قناطر ديروت على فكره انا برضو احب اشير هنا ان هي مبنيه بقالها اكتر من 140 سنه. ذات راز معماري فريد مش موجود في، يعني يا ريت لو حد، لو القناه عندكم تروح تصورها، حاجه تحفه يعني. الانطره القديمه برضو من ايام عهد محمد علي، لا من ايام الخديوي اسماعيل. انا ما اعتقد من ايام الخديوي اسماعيل. مبنيه 1880 يعني. القناطر دي واخده لها شكل معماري مميز ولها شكل انشائي برضو مميز، ان هم مجموعه قناطر بياخدوا من حته واحده، بياخدوا من بحيره واحده. اتفضل حضرتك. ان شاء الله احنا في المشروع الجديد، احنا بنعمل مشروع دلوقتي، هنعمل مشروع انشاء مجموعه قناطر ديروت الجديده، وان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله تبتدي في 2018 ان شاء الله. ان شاء الله. برضو هو مجهود الحقيقه يعني كبير قوي لقطاع الخزانات في وزارة الري، ولكن يبقى سؤال، هل هناك أدوار أخرى بيقوم بها هذا القطاع يعني غير يعني هذا المشروع؟ هل في حاجة ممكن يعني حضرتك عايز تضيفها لمجهودات هذا القطاع المختلفة؟ أنا عايز أقول بس حضرتك، أضيف هنا أن قطاع الخزانات من أقدم قطاعات وزارة الري، يعني أنشئ من أيام ما كانت لسه من برضه من بدايه القرن 19، ايام ما كان اسمها وزاره الاشغال العموميه، وكان القطاع مسؤول عن الانشاءات الكبيره زي ما قلت لحضرتك. يعني خزان اسوان انشئ سنه 1902، قناطر زفته انشئت 1903، قناطر اسنا 1908. طبعا برضو كان مسؤول يعني عن التعليات بتاعه خزان اسوان. احنا خزان اسوان ده اتعمل له تعليتين سنه 1912 وسنه 1932، وبرضو انشاء قناطر الدلتا اللي في القناطر الخيريه سنه 39، برضو كان مسؤول عنها قطاع الخزانات. سنه 51 قناطر ادفينا، برضو من القناطر ذات الطراز المعماريه الفريده جدا يعني، وقناطر دمياط الجديده، وقناطر طبعا بالاضافه بقى للقناطر الجديده بقى اللي اتعمل الجديد بقى اللي هي احلينا بها القناطر القديمه، قناطر اسنا الجديده. الطراز المعماري برضو بتاعها حلو يا فندم ولا طبعا القديم؟ والله طبعا القديم من لا يعلى عليه طبعا. هذا النظام الجديد او الطروز الجديده يعني بتاخد مبدا الاداء الوظيفي. بس شكلها حلو يعني، مش وحش، لكن بس مش مبدع قوي ما فيهاش يعني. كان زمان عندهم فن في الاشكال والطيات والورود بيعملوها بالحجر ورسومات جميله صراحه، شكلها اثري وجميل. يا ريت والله حضرتك، انا يا ريت القناه عندكم تصور دي فعلا ثروه كبيره جدا فعلا. المنشآت القديمه دي ثروه لا تقدر بمالها. نعم نعم. انا ملاحظه ان وزاره الري فيها جزء ممكن انه يضيف لوزاره السياحه يعني. انا شايفه فيها حاجات كتيره جدا والله، حاجات اثريه كتيره جدا. نعم صحيح. يعني انا بس بحب اضيف برضو ان قطاع الخزانات مش مسؤول، هو يعني قطاع الخزانات وظيفته الاساسيه تصميم وانشاء وصيانه المجموعه القناطر الكبيره اللي انا قلت لحضرتك حوالي 77 انطره من ضمن مجموعه في حدود 500 انطره بمستوياتها المختلفه. القطاع الخزانات مش بيقوم بالكلام ده بس، احنا بنقوم بدراسات الجدوى للقناطر عشان نعرف حالتها، هل هنقدر نعمل لها احلال او هنقدر نعمل لها صيانه او التدعيم. احنا برضو بنقوم في حاليا زي ما قلت لحضرتك، احنا بصدد تجهيز لانشاء مجموعه قناطر ديروت، ودي بمنحه بقرض من هيئه المعونه اليابانيه الجايكا،
وان شاء الله وصلنا للمرحله يعني راجعنا التصميمات، وانا رئيس مجموعه مراجعه التصميمات في المشروع، ويعني ان شاء الله يعني تقريبا خلصنا يعني المراجعه وفي التجهيز بقى للطرح للمقاولين يعني. بالتوفيق ان شاء الله.